صباح الخير على حبايب قلبي. راح اعمل اليوم فطيره لطيقه امي، كانت لنا اياها زمان. انا احب بعد كل فتره اعمل الفطيره دي لانها مره لذيذه. حتكون عباره عن لحم مفروم مع طبقات من العجين. هي على الطريقه الافغانيه، اوكي؟ بس احنا عملناها كده بطريقتنا، احنا عملناها بدقيق البر ودقيق الدخن ودقيق الدقيق الابيض، خلطنا كده دقيق في العجين. هم يعملوها بدقيق الابيض بس. احنا عملناها بكذا نوع من الدقيق. عملت العجينه وقسمتها، والحين عم حطيت البصل مع زيت وملح وراح اتركه يطبخ على راحته. طبعا كميه البصل لازم تكون كبيره شويه، تقريبا قد كميه اللحم. ما تحمر عندي البصل شوية دبل، يعني صار أصفر، راح أحط عليه اللحم المفروم وراح أحمر اللحم مع البصل. بعد ما تحمر عندي اللحم راح أحط عليه الفلفل الأسود وكمون، كمون لكل ربع كيلو انا احط ملعقه صغيره او ملعقه صغيره مليانه، وحنحط ملح. جوز الطيب راح اخليها اخر الوصفه، لو في اخر الطبخه راح استمر بالتحميص لحد ما اشم ريحه البهارات كده، الكمونه تحمر، اللحمه تحمر، كده حتصير اللحمة عندي خلصت. هذه لحمتي خلصت، راح أحط عليها جوزة الطيب. طبعا أنا طفيت النار، راح أقلبها مرة مظبوط وراح أتركها تبرد. ما أقدر أشتغل فيها وهي حارة عشان لا تخرب لي العجينة. هتركها تصير دافية شوية وبعدين أبدأ أعمل طبقات العجين واللحم المفروم. على فكرة الوصفة دي مرة لذيذة، يعني لما نحطها كده كل البيت يتشارك وياكل منها. فعلا في بعض الاكلات اولادك يقولوا لك لا دي انا ما احبها، دي انا ما احبها، لكن دي الكل يعشقها. طيب بدأت باول قطعه من العجينه. انا قسمت العجينه اربع اقسام، هذه القطعه الاولى فردتها لقد ما اقدر. طريقه الفرد اني انا احط دقيق وافرد واقلبها واحط دقيق ارش وافرد مره ثانيه. ففي كل مرة أنا بحط دقيق وبفرد وبقلبها بتتمد معايا وحتصير أكبر دائرة تصير في حياتك، أوكي؟ فكل ما حطيتي دقيق وقلبتيها وحطيتي دقيق وفردتي واستمريتي بالفرد حتنفرد معاكي إن شاء الله إلين قد الغرفة دي، تمام؟ فراح أحط عليها اللحم المفروم وراح أحط عليها طبقة تانية من العجين. نسيت ما أذكر إني أنا حطيت حبة البركة، حبة البركة هذه إضافية أنا من عندي كمان. حتطلع حلوة مرة مع طعم الدقيق البر والدخن. طبعا السمنة كمان. هنحط اللحم المفروم نحاول نوزعه. ما راح اوصل اللحم المفروم للاطراف، بس في النص هنا في المنطقة دي. غطيتها طبقة ثانية من العجين وراح احط برضو حبة البركة ولحم مفروم. الطبقة هذه أنا ما هحط حبة البركة، هحط بس لحم مفروم. طيب حطينا أربع طبقات من العجين وثلاثة طبقات من اللحم، الحين راح أقفلها. طريقة القفل مرة سهلة، إني أنا أشيل وأتني وأشيل وأتني، هستمر كذا إلين
أقفلها بالكامل. أعتقد أغلبكم يعرف الطريقة دي، فأنا ماني عارفة أنا ليش قاعدة أصور لكم إياها، بس كده يعني متعة إن أنت تشيلي وتحطي وتشيلي وتحطي، يعني يطلع الشكل في النهاية مرة حلو. أهم شي يدوسي بقوة عشان ما تنفك عليكي، لأنه العجينة مفرودة على الآخر فيها دقيق، فاحتمال إنها تنفك، فشيلي ودوسي مظبوط. أكيد لازم ندهنها. هنا عندي شوية حليب نيدو مع شوية موية، يعني تقريبا ملعقة من الحليب النيدو البودرة مع شوية موية، تمام؟ هيعطيها لمعة حلوة. تبي تدهنيها سمنة، تبي تدهنيها زبدة، تبي تدهنيها حليب مع سكر، تبغي تدهنيها بيض، انتي ايش تحبي سوي، ما حد يقول لك ايش تعملي في مطبخك، تمام؟ انا احب ادهنها بحليب النيدو. حليب النيدو يعطيها قرمشة ويعطيها تحميرة كده سريعة، ما يخليها تنشف، فهمتوا؟ وكمان راح ارش على الوجه حبة البركة، ممكن كمان تحطي سمسم، مو حابة احط سمسم عشان لا تغير طعم العجينة، مع انه حتطلع معاها حلوة وانا كنت احطه.